السوق هذا العام الحمد لله خير موجود تبارك الله، كل شيء موجود، كاين العدس موجود، كاين الحمص موجود، اللوبيا، الفويليه بجميع انواعها، الفول، الجلبانه، كل شيء موجود الحمد لله، والاثمنه مناسبه وجد مناسبه. بالنسبه للحمص كيتراوح بين 6 دراهم حتى ل 11 دراهم، بالنسبه للعدس كاين 6 دراهم ونص 7 دراهم، ماشي بالنسبه للجمله. بالنسبه للفول راه موجود، الفوليه موجوده، الفوليه 6 دراهم ونص، الفول 7 دراهم ديال مصر ديال برا، الفول ديال البلاد هو موجود ولكن الاقبال ديالو ما بقاش، شويه ضعيف مقارنه مع السلعه ديال برا. كاين اختلاف بالنسبه للتاثير ديال العام اللي فات، كانت كورونا وهذا، كاين تاثير، باقي التاثير ديال لحد الساعه على الاقتصاد وعامه على الاقتصاد المغربي. كنقارنوا حنا بالنسبه للشعبان وداكشي، كتكون ديك الحركه اعتياديه فيها شويه الاقتضاض داكشي. هذا العام الحمد لله على كل حال انه ما كاينش داك الاقتضاض اللي كاين، كلشي كيجي. الحمص كاين ديال الهند وكاين ديال البلاد موجود، بالنسبه للعدس كندا موجود، كاين عدس كندا ديال العام اللي فات، كاين ديال هذا العام جديد 7 دراهم 6 دراهم ونص. بالنسبه للفويليه كتجي من استراليا، كاين فول كيجي من مصر، الخير موجود الحمد لله، كل شيء موجود. وفرق كاين فرق بين السلعه ديال البلاد ديال برا، كاين بالنسبه بحال الفويليه ديال برا مليحه، غير هي جات شويه معطله بالنسبه للوقت ديالها عند بعض الناس وداك الشيء، انا ما يكونش لها الاقبال، انا الفول ما كيبقاش كيسخن الحال، هذاك هي كتمشى شويه في الحال بارد. بالنسبه للفول حتى هو كاين كيجي من مصر مليح، بالنسبه للسلعه ديال البلاد مقارنه مع ديال برا كيكون واحد الضعف شويه. كتكون امتياز بالنسبه للسلعه ديال برا مليحه من الحمل ديال البلاد صراحه. بالنسبه للحمص تقريبا كيجي من المناطق اللي كتزرع فيها بحال سيدي قاسم والنواحي ديالو، بحال فاس والنواحي ديالها، قريه بو محمد النواحي ديالها، هادو هما المناطق اللي كيزرعوا الحمص. وكاين تذكوالي عبده حتى هما تيزرعوا الحمص. بالنسبه لهذا العام كان الحمص، غالبيه الحمص كاين في هذه المنطقه ديال سيدي قاسم والنواحي ديالها، لان المنطقه كامله. بالنسبه للعدس متفرق، هذا العدس هذا العام كانت الفتحه هي اللي كانت موجوده شويه في عبده شويه في نواحي سيدي قاسم نيت، وكانت في المنطقه ديال الزعير بالنسبه لهذا العام، ولكن كان العدس شيط من العام اللي فات. بالنسبه للعدس ديال البلاد خير موجود. بالنسبه للوبيا كاين الخير موجود، اللوبيا موجوده، كاين اللوبيا ديال الغرب فيها جوج انواع، كاين الطويله كاين المكركبه، كاين بني ملال حتى هما عندهم جوج ماركات، وحده صغيره وحده طويله شويه. كاين عاوتاني هادشي بالنسبه لبرا، كتجي اللوبيا عاوتاني من مصر. بالنسبه للخير الامطار الحمد لله خير ديال الله سبحانه، اللهم لك الحمد، نتمنى من عند الله سبحانه انه يكمل بخير وتكون الامور مزيانه، نتمنى من عند الله، لان تقريبا العدس ديال البلاد يقدر يبان واحد في ظرف واحد 20 يوم تقريبا، بحال كون 25 يوم، بين 20 25 يقدر يبان العدس، ديك الفتحه كتكون السبق ديال عبده وهذا كتكون هي الاولى. نتمنى من عند الله يكمل بخير. بالنسبه للزرع والقمح والفارينه، بالنسبه لهذا كلشي الامور ديزا مزيانه باذن الله، حتى الحمص الزريعه ديالو كلشي مزيان باذن الله ان شاء الله، نطلبوا الله يكمل بخير. بالنسبه للجو ديال رمضان راه باين، ولكن ذاك الاقتضاض اللي مولف كيكون في شهر شعبان راه ما كاينش. هاي بالنسبه للاقبال شويه ضعيف تقريبا واحد 50% مقارنه مع الاعوام الفارطه، ونتمنى مع الله بقى 13 او 12 يوم، نتمنى مع الله يكون الاقبال وتكون الامور مزيانه باذن الله ان شاء الله.